من جديد مستمعينا الكرام، الترحيب مستمر، فمرحبا وسهلا بجميع الحاضرين، واسعد الله صباحكم بكل خير ومودة ومحبة وسلام. الشوط العاشر من مجموع الأشواط الصباحية للجعدان المهجنات، هنا لسن الثنايا نبدأ الانطلاق هنا مباشرة مع طياري على المركز الأول والحضور الأول في صدارة هذا الشوط. الطياري في الانطلاق لسالم بن نايع بن سالم بالشاوي الغفلي، هو اللي قادم مع الانطلاق في هذا الحضور ومع هذا التواجد. ثاني المراكز العاصوف لعبد الله بالطير بسهيل العامري في هذا الحضور، يتواجد عبد الله بالطير بن سهيل العامري ليقدم لنا العاصوف في هذا الشوط. ثالث المراكز نتابع التدخل من قبل جزاع لمكتوم بن سعيد بن منانه الاجتبي في هذا الحضور. رابع المراكز سطام لسالم بن سعيد بن منانه الاجتبي، والمركز الخامس من الجانب الاخر ناصي لخميس بن محمد بن سالم الراشدي. اما على المركز السادس فوصولنا مع ضاري لمطر بن عبد الله بن سالم بالشاوي الاتبي هنا في هذا الحضور، يقدم لنا هنا ضاري على سادس المراكز. والمركز السابع وتابع الخراز لهلال بن محمد بن طراف المنصوري، بينما ثامن المراكز واللي بدأ بالتجاوز هنا مع انطلاقة الغزال محمد بن عوض بن حمد الخاصوني. وتابع تاسع المراكز حيث تواجد جميل أحمد بن سعيد بن منانة التبي، المواصلة هنا مع الأسماء، المواصلة هنا مع الحضور كم؟ 26، المواصلة مع مصفح لمحمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري هنا في هذا القدوم. إذا متابعينا الكرام مستمعينا الأعزاء، هكذا تابعنا معكم الأسماء، هكذا تابعنا معكم الحضور لهذه الانطلاقة. لنتراجع معكم ونتقدم إلى مقدمة الشوط من جديد هناك مع تواجد الطياري إذا للسالم بن نايع بن سالم الشاوي الحاضر هناك والمتألق على صدارة الشوط. والتحدي سطام إذن على ثاني المراكز، سالم بن سعيد بن منانه التبي من يقدم لنا سطام على ثاني المراكز. ضاري في الدخول، ضاري في الحضور، هنا ضاري لمطر بن عبد الله بن سالم بالشاوي التبي في هذا التقدم على ثالث المراكز. المركز الرابع جميل، وهنا جميل يتواجد على المركز الرابع احمد بن سعيد بن منانه التبي، وخامس المراكز مع الغزال لمحمد بن عوض بن حمد الخاصوني، هو القادم هناك على المركز الخامس في عبور مميز وتواجد الخراز. اذا متابعينا الكرام هنا في سادس المراكز هلال بن محمد بن طراف المنصوري حاضرا متواجدا، بن طراف يقدم لنا الخراز في سادس
المراكز ومركزنا السابع مع جزاع لمكتوم بن سعيد بن منانة التبي، هنا في تدخل كبير وفي حضور مميز. المركز الثامن، المركز الثامن العاصوف لعبد الله بن الطير بن سهيل العامري، بينما تاسع المراكز واللي بدأ بالتجاوز هناك مع مصفح لمحمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري في حضور مميز مع هذا الانطلاق. ناصي على المركز العاشر خميس بن محمد بن سالم الراشدي في هذا التواجد، نتيجة جميلة لعرض هذا الصباح للشوط العاشر هنا مع الجعدان، هنا مع المتابعة على أرضية ميدان الشعب ميدان اللبسة، وفي مسيرة 6 كيلومترات التي حددت لمسار هذا الانطلاق ولمسار تحدي هذا اليوم. أعود من جديد من جديد ومن جديد ومن جديد مع الطياري، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله وتبارك الله، الطياري لسالم بن نايع بن سالم الشاوي الحاضر في المركز الأول وفي صدارة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام يا بالشاوي، يا سلام على هذا الحضور المميز وعلى هذا الانطلاق الرائع في المركز الأول والمحافظة على التحكم بزمام الأمور على الانطلاقة الجميلة هنا مع الطياري في المركز الأول. يا ما شاء الله ثاني المراكز وتابع سطام لسالم بن سعيد بن منانة التبي في حرب مميز على ثاني المراكز، وأيضا جميل هو القادم جميل أحمد بن سعيد بن منانة التبي على ثاني على ثالث المراكز يقدم جميل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك يا ناصي، ناصي دعناه في عاشر المراكز يحضر في رابع المراكز، يا سلام يا الراشدي. إذا ناصي لخميس بن محمد بن سالم الراشدي هنا يشق الطريق نحو ناموس الصدارة، ناصي في هذا العرض المميز. المركز الخامس مع الخراز لهلال بن محمد بن طراف المنصوري، وسادس المراكز مع العاصوف لعبد الله بطير بن سهيل العامري في هذا الحضور. سابع المراكز جزاع لمكتوم بن سعيد بن منانة التبي، وثامن المراكز مع ضاري لمطر بن عبد الله بن سالم بالشاوي التبي. اما المركز التاسع لهب، واول ندى للهب محمد بن عتيد بن زيتون المهيري، خطير لهب خطير. عاشر المراكز مضبوط، ايضا اول ندى لمضبوط في هذا الشوط لسعيد بن يابر بن عبد الله بن محمد هنا في هذا الحضور. ومن جديد يا ما شاء الله عليك يا طياري، منذ الاندفاع الاولى بسم الله ما شاء الله، منذ الاندفاع الاولى يحضر الطياري على المركز الاول يقدم عرض مميز. سالم بن نايع بن سالم الشاوي هو الحاضر مع المركز الاول، هو المتقدم في هذا الشوط، ابدا عرض جميل وكبير يشكر عليه في هذا التحدي ومع هذا الانطلاق. ولكن حذاري من الاسماء القادمة يا بشاوي، حذاري من الاسماء الحاضرة في هذا الشوط. بوابة الكيلو الاخير نفتتحها مع الانطلاق مع الطياري والحضور المميز لسالم بن نايع بن سالم بشاوي. ثاني المراكز وتابع سطام لسالم بن سعيد بن منانة آل التبي، وثالث المراكز ضاري قادم في هذه اللحظات مطر بن عبد الله بن سالم بشاوي آل التبي، رابع المراكز ناصي لخميس بن محمد بن سالم الراشدي. أما على المركز الخامس لهب، لهب لهب يشعل اللهب فيها حضور كبير محمد بن عتيد بن زيتون المهيري، العودة إلى الأمام مع 600 متر الباقية المتبقية لنصل لأحد معالم اللبسة الجميلة هنا عرقوب بن علو. أعود مع سطام، سطام يغير
يدير مجرى الامور. سالم بن سعيد بن منانه اهل التبي والمركز الثاني، ماري لمطر بن عبد الله بن سالم بالساوي اهل التبي بن زيتون قادم. الله يا لهب، قلت لكم هذا خطير، قلت لكم هذا خطير. لهب 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 يشعل ويضرم اللهب على المركز الاول والحضور الاول. يريدها ثلاثيه، يريدها ثلاثيه. محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، ماذا يحدث؟ تهانينا والناموس لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز سالم بن سعيد بن منانه التبي، وثالث المراكز لمطر بن عبد الله بن سالم. و إذن نحيل بقية المراكز للجنة. تهانينا والناموس من جديد.